سيدات يا نساتي، سادات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معكم محمد زاهر زي جوم شنفشتو، حلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الخامس. وزي ما تعودنا احنا كل فترة بنغير على الأحواض، نشوف إيه أخبار كل حوض لوحده، نكون عدى عليه فترة وتكون الأبديتس أو في حاجات جديدة فعلا نصورها. آخر مرة صورنا الحوض البري كان حالته يرثى لها أول مرة في حياتي. أنا بربي سمك من وأنا صغير، يجيلي موضوع الجرين ووتر ده موضوع غريب شوية. لما شفته استغربت، انا كنت فاكره الاول انفجار امونيا. طب الامونيا جت منين؟ ومفيش اي سمك ميت، مفيش حاجة يعني تسبب الانفجار ده كله. هل الفيرمي حصل معاه حاجة؟ هل كان في اسئلة كتيرة جدا؟ لكن في النهاية لما طفيت النور وسبحان الله ضوء الشمس، دخلت الصبح لقيت الاوضة منورة النور ربنا كده، ببص لقيت المية لونها اخضر، فعرفت ان هي جرين ووتر. الجرين ووتر ليها اسباب كتيره جدا، منها ان الفلتريشن او السيستم او الدار البيولوجيه مش مظبوطه، وانا هقول لكم كان الخلل فيه ايه. لان اتعمل وولستات صح، بس الحس السمكي عندي هو اللي غالب على طول، فعشان كده لما زودت سمك الاكل زاد، وما كانش ينفع احط بالمقادير دي اكل في حوض زي ده، وخصوصا ما فيهوش فلتره. فالجرين ووتر ابتدت تظهر بشكل كبير. السيجيتاريا او الفلسناريا الصغيره، الميني فلسناريا زي ما بيقولوا عليها، كبرت عندي، ظهرت. جبت نبته جديده تايجر لوتس من محمد وايلد برضو. في حاجات كده هنتكلم عنها النهارده مهمه، وازاي قضيت على الجرين ووتر لما سالت خالد طاهر، وهل التطور اللي حصل ده هيبقى دائم ولا مش دائم، وخصوصا ان انا عملت خطوه كده من نفسي قلت يمكن ينفع، وانا واضح ان هي شكلها نفعت، بس هيبقى بطريقه مستمره يعني. واعتقد ان الكربون السائل هيرجع يبقى موجود معانا بقوه في القصه دي. مش هتكلم كتير، تعالوا نروح للحوض نتفرج بقى شكله عامل ازاي، والنبته الجديده شكلها ايه، وبعد كده نتكلم ايه اللي حصل في معركه الجرين ووتر. يلا بينا. طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. آخر أبديت أو الليتست أبديت للحوض البري، آخر تطورات الحوض البري. لما حصلت الجرين ووتر، زي ما احنا اتفقنا إن هي أو الماء الأخضر ده بيبقى عبارة عن أنواع طحالب وكائنات انتشرت بشكل كبير، لان لقت الفرص المناسبة وكل العوامل اللي هي محتاجاها عشان تنتشر بالشكل ده متكاتفة في نفس الوقت. يعني مثلا الاضاءة الشديدة مع الفلترة المش كويسة مع وجود امونيا كتير، ما هو لو اضاءة شديدة وما فيش امونيا فالنباتات هتبتدي هي اللي تاخد الهاند اوفر او هتاخد الليد او هتاخد المبادرة ان هي تسحب المواد الضارة المش كتير في الحوض عشان هي اللي تكبر. لكن للأسف الشديد طبعا زي ما احنا اتفقنا ان انا اكلت السمك كتير وكان في سمك كتير في الحوض، فللأسف الشديد الموضوع كان محتاج وقت. برضو الاحواض بتاعت الولوستات دي عشان تستقر بشكل كبير بتاخد لها فترة مش قليلة، والتغيرات اللي بتحصل فيها ما بتستجبش ليها بسرعة، وخصوصا الحمل البيولوجي العالي لان اوريدي ما كانش فيه فلتر في المية. فكلمت خالد طاهر، يا خالد اعمل ايه؟ هل احط مية اكسجين؟ هل احط اي حاجة؟ قال لي يا محمد ركب فلتر في مسام ضيقة جدا عشان تسحب الشوائب في المية، رقم واحد. رقم اتنين، بحيث ان نلم اكبر قدر من المواد الضارة والامونيا والكلام ده، البكتيريا تبتدي تشتغل شوية اللي في الفلتر بحيث انها تعيد توازن الحوض، وبعد كده نرفع الفلتر كالعادة. لان احنا الحوض البري الاولاني اللي احنا عملناه كنا مركبين فيه فلتر فترة مش قليلة، قعد مثلا شهرين في فلتر، وبعد كده قمت شايل الفلتر خلعه خالص، فالحوض كمل بشكل كبير، كانت الدنيا استقرت الى حد ما.
ده الإضافة إلى أن أنا حطيت 2 سنتي مية أكسجين وما غيرتش المية خالص، حطيت 2 سنتي مية أكسجين وسبتها، فدي ساهمت أن الجرين ووتر تختفي بشكل كبير. اللي أنا لاحظته بقى ما شاء الله وأنتم لاحظينه معايا دلوقتي، أن نباتات زي الفلسناريا، الدورف فلسناريا أو الميني فلسناريا، ازدهرت. يعني انا شايل رانرز كتير على فكرة كانت مغطية الواجهة تماما، يعني زي ما انت شايفين الحاجات دي كانت محتلة الحوض احتلال شبه تام، وانا شلت واقلمت وقلمت النباتات بشكل كبير بحيث ان الواجهة تفضل مكشوفة والجميلة دي اللي هي التايجر لوتس. سبحان الله من اجمل النباتات او اجمل تايجر لوتس اللي انا اقتنيتها لحد النهاردة، اللي جبتها من السويس محمد وايلد، عنده سترين او سلالة مميزة قوي بصراحة عجبتني، هو مهديني دي بصراحة. لا فرقت في الشكل، عملت حية الحوض من الاول، ومن ساعة ما رجعت من السفر الدنيا ما فيش فيها مشاكل في الحوض مع التايجر لوتس ده. ايه السيلينوبوديوم سي اف براوني هي اللي نموها بطيء على عكس المتوقع، السيسي فلورا برضو نفس الكلام، البنيتا فيدا نفس الكلام برضو اللي هي ورا، برضو معدل نموها مش احسن حاجة. يعني احسن حاجة اتعملت الكاربت دي، اشتغلت كويس، وال الفلسناريا زي ما احنا اتفقنا. وبالمناسبة انا ما اضفتش اي ملح في الحوض ده، لان احنا الحوض البري اللي قبل كده احنا ضفنا ملح عليه عشان الفلسناريا تاخد يعني زي ما بيقولوا ايه تنمو بسرعة، وفعلا الموضوع ما خايبش ظني خالص ونمت بسرعة. بس هو الفرق ما بين الحوض ده والحوض ده التربة، هنا في فيرمي وفي مغذيات في الارض كتير، فالنباتات ما شاء الله فيها مزدهر كتير جدا، وعلى الاقل نموها بطيء بعض الحاجات، ولكن ما حصل لهاش حاجة، يعني الحمد لله رب العالمين ما حصلش اي مشاكل من اي نوع خالص. تعالوا ناخد العدسة الماكرو، نخش ناخد جولة كده ما بين الحشائش والغابات والشغل ده، نخش نبص على الحوض اكننا سمكة كده من جوه، نبص ايه الاخبار. اللي انا لاحظته برضو ما شاء الله مفيش اي نوع من انواع الطحالب ظهر الا الجرين ووتر، يعني دي اتفه حاجة ظهرت عندي كانت الجرين ووتر، لكن حاجات من قبيل الطحالب الشعر او الطحالب بقى البني او الكلام ده كله الحمد لله مفيش اي اثر. انا حتى الحوض ما ممسحش الازاز بتاعه نهائي، يعني ما بتدخلش فيه اي نوع من انواع التدخل الكبير اللي يخليك تشوف المنظر بشكل تاني. فعموما تعالوا نخش بقى بالعدسة الماكرو نشوف الحوض ايه اخباره من جوه. سيدي الهاوي العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك دلوقتي على سطح ورقة من نبتة التايجر لوتس، حبيت ازوم عليها شوية عشان نتفرج على سبحان الله جمال الخالق العظيم في تدرج الوان الاحمر اللي موجود فيها بشكل ملحوظ جدا. فاحنا لو خدنا الكاميرا وشفنا ورقة مثلا زي البعيدة شوية دي، تدرجات الالوان سبحان الخالق يعني حاجة جميلة جدا. يعني بص تجزيعة الاحمر اللي فيها دي خيالية، يعني حاجة كده من الخيال يعني. ففي اجزاء، بعض الاجزاء من الورق بتاعها بيدوب شوية لان هي لسه في مكان جديد، فهيدوب منها شوية ورق وبعد كده تبتدي تستكمل رحلتها في النمو الطبيعي جدا، وده طبيعي لما انت بتنقل نبتة من مكان لمكان تاخد شوية وقت على بال ما تتأقلم. المشهد الجميل ده بتاع الكاربت، بس انا شايف في نبتة بتتنفس لو انا مش غلطان. تعالوا نتتبع كده البوبلز، بص في بعيد في بوبلز هناك، في نبات بيتنفس.
الحوض البري ده تاني حوض اشوف فيه النباتات بتتنفس بعد الحوض الهاي تك. اكتشفت ان هنا النباتات برضو بتتنفس بشكل كبير، يعني احنا برضو كلوس دلوقتي للكاربت. بصوا في حاجة هنا بتتنفس، ايوة اهي. خلونا انا بحاول اتتبعها بقدر الامكان. كانت في حاجة دلوقتي بتطلع بابلز او فقاعات تنفس حوض مفهوش ثاني اكسيد كربون خالص. اهي بصي، يعني هي هنا على استحياء في مشهد تنفس في الخلفية. بص بص بص. انا بحاول اتتبع بقدر الامكان بحيث ان احنا نجيبه، وهي كمان بتطلع بابلز مش سريعة. لو انت لاحظت ان في بابلز اوريدي على الورق ده معناه ان هو بيتنفس، يعني اوراق النباتات عليها بابلز وانا ما بسمتش هنا نهائي. طبعا الفيرمي يعني مدخل كم مش طبيعي من المواد المفيدة للنباتات، وزي ما انت شايف الرانرز او النموات الصغيرة الجديدة اللي بتطلع في تربة هنا بتطلع ورقة ورانر ورقة وهكذا تفضل ماشية. قواقع وايلد كده، حاجة يعني مشهد من الطبيعة. واعتقد ان انتوا ابتديتوا تشوفوا في السلسلة في الخلفية ان في تنفس نباتات، وتقريبا دي احد النباتات اللي بتتنفس. ممكن نقرب اكتر من كده بالكاميرا نجرب كده، يعني احنا كده قربنا قوي. بص السيقان النباتات سبحان الله عليها شعيرات، وده مشهد برضو انا اول مرة اخد بالي منه الا لما قربت جدا. يعني فهل دي طحالب ولا ده النبات ده كده؟ فخلينا نبص على ورقة ورقة. برضو في شعيرات هنا والقوقع اهو شكل اكبر بيتمشى في الحوض وبيمارس دوره في النظام البيئي سبحان الله اللي ربنا حطه. يعني فمن الواضح ان النبات ده بيبقى فيه شعيرات صغيرة كده على الورق بتاعته. زي ما انت شايف في بابلز، بص بص بتخرج بالتدرج من الورقة. بص بص سبحان الله سبحان الله. بص تنفس تخرج تخرج تخرج، بعد كده تقوم طالعة وطالعة مكانها بابل تانية او فقاعة اكسجين جديدة. ده تنفس النباتات اللي احنا بنتكلم عنه. وزي ما انت شايف كده في حوض مفهوش غاز ثاني اكسيد كربون خالص. فاحنا متابعين المشهد لحد ما البابلز دي تخرج خالص. حاسس ان هي وقفت، عملنا فوكس عليها برضو لوحدها. مش عارف هل هو بيفضل يتنفس بسيكونس او بسلسلة معينة ولا ايه اللي بيحصل، بس احنا شفنا مشهد سبحان الله هي بتكبر تتحرك شوية. يعني عشان ما اطولش عليكم طبعا المشهد، بس
دي تجربة جديدة يعني، شفناها عن قرب شوية بطريقة زي ما بيقولوا كده بطيئة شوية. اهي هتبتدي تتحرر او اتحررت، بس هي ماسكه في الشعيرات بتاعت النبات نفسه. طبعا عالم النباتات وعالم الحوض يعني انت اللي انت شايفه ده، انا بتحرك في حته انطاقها ما جاش 2 سنتي مثلا يعني دي برضو بابلز في النص، دي بابل في النص دي او فقاعه تخرج، فده يعني يديك دليل ان احنا بشكل كبير بنعشق الهواية دي. ليه؟ لان حرفيا في كل سنتي في سبحان الله كائن او تفصيلة مختلفة عن الكائنات اللي قبله. فتعالوا نبص كده بصة في الخلفية شوية، بص جمال ورق اللوتس، حابب اصوره كل شوية لان هو في الحقيقة رائع سبحان الله. والاجزاء اللي عليها دي الاخراجات بتاعت الجمبري، ده شكل اخراج الجمبري بالظبط، اللي هما الجزئين الكبيرة والصغيرة اللي ورا بعض دول. فتعالوا نغوص شوية في العالم ده ونشوف الدورف مكسيكان لوبستر استخبي في وسط الغابات دي. هو كان لطيف جدا زي ما احنا اتفقنا، ما بيجيش ناحية الزرع في اي حاجة، ما بيعملش مشاكل خالص، ويعتبر لوبستر او استاكوزا على شكل يعني او في حجم الجمبري يعني، ما بتكبرش عن كده. اللي بيراقب برضو عن فوق الفانتوم السباركلينج رومي، ده ورق السي اف براوني، و الاستاكوزا عاملين اجتماع تقريبا هنا. وعايشين حياتهم في سلام بطريقة جميلة. عموما الأحواض البرية سر جمالها وسر تمسكي بيها، ان ده الموسم الثاني ان انا اعمل فيه حوض بري، ان هي سبحان الله حتة من الطبيعة، كل سنتي او 2 سنتي في مفاجأة، في حكاية بتتحكي، في حدث بيحصل، في ابديتس. وكمان خلي بالك من نقطة، ان الأحواض اللي معمولة صح، مش معنى ان الحوض معمول صح 100% انه مش ممكن يحصل له دروب او مش ممكن يحصل له اي مشاكل. الاحواض حتى لو كانت معمولة صح 100% ممكن يحصل لها دروب مع الوقت او تقابل معها تحدي جديد، فالتحدي ده يخليك ان انت تقرأ اكتر وتعرف معلومات اكتر وان انت توصل لحاجة تعلمها جديدة. دي جمبرية صغيرة اعتقد دي مواليد الحوض هنا شفافة، وانا شايف دي احسن واجمل مشهد اقدر اختم بيه الحلقة النهاردة بعد ما اطمننا على الحوض البري ان هو رجع على الطريق تاني. قصة تكرار الجرين ووتر دي مش عارفة تحصل تاني ولا لا، لكن لو كررت هقول لكم بالامانة، وهنشوف احنا هنقدر نوقفها تاني ازاي. انا بقعد اقرا شوية كتير، على الرغم ان هي على فكرة مشكلة صغيرة جدا، بس عشان اول مره تحصل انا حابب اذاكرها اكتر وحابب اعرف عنها معلومات اكتر بكتير. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركه لاصحابك المهتمين بالهوايه، ويا ريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.